بيتي فور سهل وسريع وكتير كتير طيب. هي وصفة اليوم رح نعملها مع بعض بطريقة كتير سهلة بأربع مكونات بس. بالبداية رح أحتاج لكاسة زبدة، استخدمت الأكواب المعيارية، بيطلعوا تقريبا 230 جرام زبدة بحرارة الغرفة. بضيف عليهم نص كاسة سكر بودرة، ضروري أنه يكون بودرة، بخفقهم كتير منيح مع بعض حتى يصير الخليط على بياض. بعدين بضيف حبتين بيض مع ظرف فانيليا. بهاي الوصفة اختياري، فيكم تضيفوا الصفار لحال، يعني صفار بيضتين لحال، فيكم تضيفوا البيض كامل، هذا الشيء برجع لإلكم، بس أنا بالنسبة لإلي وإذا بترجع لإلي بضيف بس الصفار. بعدين بخلطهم بس خمس دقايق، وآخر مكون هو كاستين طحين أبيض، بخفقهم منيح بس هيك لحتى أنه ينعجنوا شوي مع بعض. بعدين بستخدم ايدي لحتى اني اعجنهم بشكل منيح. هي العجينة تقريبا بتكون هيك مثل كريمية، يعني بتدبق شوي، تمام؟ هذا هو المطلوب، لانه انا بدي احطها بالكيس الحلواني، تمام؟ يعني هيك بيكون شكل العجينة مثل ما شايفين، يعني هي بتتشكل معكم بس بتدبق، بس هذا هو اللي بدي اياه. يعني هون بتقدروا تستخدموا مكبس البيتي فور. هون عندي الكيس الحلواني رح حبيه بالكمية اللي عندي موجودة من البيتي فور. ملاحظة، يلي حابب انه يعملوا على كاكاو يضيف بس مع معلقة صغيرة كاكاو ومعلقة زبدة، تمام؟ يعني نفس المقادير بس بتضيفوا معلقة كاكاو مع معلقة زبدة وبس هيك. هلا بنيجي للتشكيل. طريقة التشكيل كتير سهلة، وخصوصي بهذا الكيس الحلواني، وإذا ما أنا متوفر عنكم تقدروا تستخدموا مكبس البيتي فور، كتير سهل، بتقدروا تساووا الأشكال اللي أنتوا بدكم إياها. العجينة سهلة كتير وما عذبتني أبدا، مثل ما شايفين فورا عم شكلهم، ومثل ما قلت لكم الجو بس هيك يكون عندكم شوي بارد، يعني ما تشتغلوا والفرن شغال جنبكم. طبعا انا الفرن حميته على اعلى درجة، بعدين بدي احط الصينية مباشرة، بس قبل هيك بحطها شوي بالبراد بس تقريبا 10 دقايق، بعدين بحطها بفرن محمى مسبقا على الرف الوسط. الفرن شغال من فوق ومن تحت، الحرارة 180، تمام؟ أخذوا معي وقت بالفرن 10 دقايق مو أكتر من هيك، لأنه أنا ما بدي إياهم يصير لونهم غامق أو شي، لا، يعني البيتي فور بتعرفوا أنه لازم يكون لونه فاتح. طبعا حجم البيتي فور بالصينية كمان بيلعب دور بالوقت اللي موجود فيه البيتي فور بالفرن، تمام؟ يعني كل ما كانت حبة كبيرة فبتحسوا أنه بياخد وقت أكتر بالفرن. وبس هيك، والله هي طريقة التشكيل مثل ما قلت لكم. أحاول أحط الصينية بالبراد بس شي 10 دقايق قبل ما تدخلوها على الفرن لحتى تحافظوا على الشكل. جربوها، كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت، يعني نص ساعة كانت صارت جاهزة عندي، وما استخدمت أي بيكنج بودر أو أي شيء إنه يضاعف حجم البيتي فور. أنا بفضل إنه تصغروا حجم القطع، لأنه كمان هيك رح يزيد حجمهم، بتحسوا شوي بعد ما يطلعوا من الفرن. هذا هو شكله النهائي، طبعا ما بحركهم غير لحتى يبردوا تماما. اختياري انه تخلوهم هيك، او مثلا تطبقوا قطعتين على بعض، بس انه الحشوة تكون مثلا شوكولا او مربى او عسل، بس بتدهنوا قطعة وبعدين بتلزقوا القطعة الثانية فوقها. طريقة كتير سهلة، يعني هذا الشيء بيرجع لإلكم وذوق شخصي بالأكل. بس هيك والله، هيك بتكون خلصت وصفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. جربوها، كتير ظريفة وسهلة. وأي سؤال اكتبوا لي إياه بالتعليقات، وإن شاء الله بتنجح معكم من أول مرة. وكل عام وأنتم بألف ألف خير يا رب.